السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يعني أنا سعيد للأسبوع الثاني إن شاء الله إن أنا أكون مع حضراتكم النهاردة بإذن الله في موضوع جديد، موضوع مختلف شوية عن المرة اللي فاتت. بس زي ما تفضلت كده الدكتور منال، أعتقد هو موضوع بيهمنا جميعا، وخصوصا في التوقيت ده وإحنا بنتكلم عن التقييم وتقييم الأبحاث والروبريك. ساعات سموه سلم تقييم أعمال الطلبة، بس هنقول إيه اللفظي لأن أنا حطيت فيه الفاظ. طيب، لو حد من الطلبة قال لي أنت اديت له سي أو اديت له دي في الريسيرش اللي حضراتكم هتبدأوا تصححوه دلوقتي، أنت اديت له 50 أو 60%، فيسألك طب ليه يا دكتور أنت اديتني ده؟ فتقول له والله أنت يعني الكتابة أصل، الانترودكشن أصل أصل أصل. لا، هو لما الطالب هيبقى عارف أن معاه فيه أداة متكاملة للتقييم، هتقول له لو رجعنا للروبريك أنت الجزئية دي اللي هي الانترودكشن خدت فيها كذا، وجزئية الليترشر ريفيو خدت فيها كذا، ولما عملنا بلاجريزم والسيميلاريتي طلع كذا، ولما الريفرنس مكتوبة بالشكل الفلاني والستايل بتاعها كذا، كل جزئية أدي درجاتك فيها، فتبقى عندك الموضوع الى حد ما في شيء من التفصيل. مهم جدا لان احنا بنتكلم على حاجه اللي بيسموها مالتي دايمنشنال اسسمنت، تقييم متعدد الابعاد. موضوع البروجكت بيزد اسسمنت والبرفورمانس بيزد اسسمنت اللي بنتكلم عنه كمان مهم جدا لما بدانا ندخل في موضوع اللي هو الاسسمنت اوف ليرنينج اوتكمز، اللي هو تقييم المخرجات. فبالتالي انا كل جزئيه في الروبريك هتمثل لي مخرج، واحد بتاع الاناليسز، واحد بتاع النوليدج، واحد بتاع السينسيسز وات ايفر. فبالتالي انا بقيت محتاج كل جزئيه تبقى متقيمه لوحدها. استخدمه في ايه؟ في الابحاث زي ما حضراتكم هتعملوا، في البرزنتيشن، في الريبورت، في مشروعات التخرج، او زي ما احنا المره اللي فاتت لو تفتكروا احنا قلنا عندنا حاجات كتيره بنستخدمها. حد من حضراتكم سال النهارده في الاونلاين اسسمنت، الدسكشن فورم، منتديات النقاش، الاساينمنت اللي هي التكاليف، الاي بورتفوليو، الاونلاين اكزام طبعا غالبا بيكون ريتن فده مش هنستخدمه فيها، الاونلاين بير الفيدباك اقدر استخدمه فيها، البروجكت ديجيتال ميديا، كونسبت ماب اللي هي الخرائط الذهنيه، الريفلكتيف رايتنج اللي هو فيه ريفليكشن، الريسيرش بروجكت بتاع اللي فيه سيميوليشن، الديجيتال بوستر. كل دول اقدر استخدم البوستر في تقييمهم. طيب انت اكل مش عارفه الجلسه اللي قبلنا معظمها معتمده الاربعاء. دكتور محمد لو سمحت بس تعمل لنا ميوت للقول. حاضر حاضر هنعمل كده. حاضر حالا دلوقتي. حاضر دكتور. طيب، الروبريك عباره عن مقياس رباعي، هيبقى فيه ايه المقياس الرباعي ده؟ هيبقى فيه ايه؟ غالبا بيكون رباعي، يعني ممكن يكون اكتر من كده. مستويات اداء الطلبه بخاصه باحد الاعمال الفصليه زي ما حضراتكم بتعملوا دلوقتي، بس بناء على ايه؟ معايير مختاره انا بحددها. طبعا بناء على مين؟ على ليرنينج اوتكمز، على مخرجات التعلم. مهم جدا يعرفها الطالب مقدما قبل انجاز الاعمال المطلوبه منه، بديهوله. طيب، لو تخيلت ان هو عباره عن جدول، يعني في رو وفي كولم وفي سيل. طيب، الكولم سواء لو انا بالعربي هيبقى على اليمين او الكولم اللي هيبقى على الشمال، ده في المعايير. بمعنى مثلا لو انا بتكلم على الجمل، حضراتكم حطيتوا لي ايه؟ تناسق الالوان، الابعاد، اكتمال الرسم، وجود البيانات، دول بسميهم معايير التقييم. والصف اللي فوق اللي هو الابر رو هيبقى فيه المستويات النوعيه، اللي هي بقى يبقى فيها ايه؟ ممتاز، جيد جدا، جيد، مقبول. يبقى دي المستويات اللي هو دي. طب الخلايا هيبقى فيها بقى ايه؟ وصف لكل مستوى. يعني لما اقول جيد جدا في البيانات يبقى الخليه بتاعتي هتقول لي ايه اللي فيها، اللي هو يا جماعه هيبقى كشكل مبسط جدا زي ده. احط جوانب التقييم، المعايير اهو، المعيار الاول والثاني والثالث والرابع. هنا هحط الالوان، في المعيار الثاني هحط النسبه والتناسب، المعيار الثالث اكتمال الرسم، المعيار الرابع هحط فيه البيانات، والمستوى الرابع اللي هو اعلى مستوى، المستوى الثالث، المستوى الثاني، المستوى الاول، وفي كل خليه من دول هحط وصف للاداء في كل معيار منهم. هحط نسبه، ممكن عاده احنا بنخلي النسب متساويه، كل واحد من دول عليه 25%،
يعني سيقول ان ده هياخد في دي 4 هحط هنا 4، خد في دي 3 احط 3، خد في دي 2 خد في دي 1، واشوف الدرجه الكليه بتاعتي عندي التوتال هنا هيكون من 16. هزود معيار كمان واقول ان هو من 20، ده يرجع لحضراتكم. طيب نيجي لجزئيه مهمه وهي تصميم الروبريك. انا عايز اصمم روبريك بقى يكون معايا، فخلينا ناخد كل الطرق المتاحه وفي الاخر الاختيار لحضراتكم. في الطريقة اللي هي المانيوال، أنا عندي روبريك ما محدش عمله قبل كده لأنه موضوع جديد. طيب واللي هي برضو أي روبريك جاهز هيكون مبني على هذه الطريقة. لو جيت أي معيار من دول عايز أوصف أعلى مستوى ليه، فبقول في وصف الأداء بقول له بحط فيه كل المعايير اللي أنا عايزها واكتب كلمة نعم. يعني لو اخترنا مثلا اكتمال البيانات اللي احنا يمكن اتكلمنا عنها من شويه، فاقول والله البيانات مكتمله مكتوبه بلغه عربيه مثلا صحيحه عددها 5، يبقى انا بحط هنا ايه نعم، يعني كل المواصفات اللي موجوده في المعيار ده موجوده. طب المستوى الثالث هيبقى عباره ايه؟ هيبقى زي الرابع بس اقول ولكن اللغه المكتوب بها غير صحيحة أو يوجد خطأ في خطأ لغوي في الكتاب. يبقى المستوى الثالث زي الرابع بس يقول نعم ولكن. طيب أمال المستوى الثاني هي عبارة عن إيه بقى؟ إن لا ولكن، يعني كله يعني بعيد عنكم سيء جدا بس يدوب في حاجة كويسة، يعني إن هو غير مكتمل، العدد غير مكتمل، والبيانات اللغة العربية مثلا غير صحيحة، ولكن الطالب مثلا خطه جيد أو خطه كويس على سبيل المثال يعني. طيب أمال المستوى الرابع بقى ما فيهوش حاجة خالص من المعايير، يعني لا خط ولا عدد بيانات ولا وصف جيد خالص، فبالتالي يبقى المستوى الرابع ده اللي هو ما حطش حاجة خالص. يبقى دول الأربع مستويات، الأولاني في كل المعايير المطلوبة، الثاني في كل المعايير ولكن واحدة منهم مش موجودة، التالت ما فيهوش حاجه من المعايير بس في واحده بس كده اللي موجوده، الرابع ما فيهوش حاجه تاني. يبقى انا لو عايز اصمم انا روبريك مش موجود قبل كده ممكن الجدول ده يساعدني بشكل كبير، طبعا سواء كان بالعربي او بالانجليزي ممكن يساعدني بشكل كبير في تصميم روبريك ما كانش عندي منه قبل كده. تمام. طيب عشان نعمل بقى توظيف للروبريك في الريسيرش مثلا، ايه اللي مطلوب مني؟ اول حاجه بدي الطالب الروبريك، بقول لي ادي الروبريك اللي انت هتتقيم بيه، ده حق اصيل للطالب ان يبقى عارف الروبريك اللي هيتقيم بيه. واقول له هو ايه اهميه الروبريك؟ هو وسيله لتصميم الاعمال. ده مش كده وبس، انت بعد ما تخلص الريسيرش بتاعك قيم نفسك، تقييم ذاتي. ده مش كده وبس، انت لما هتجي لي وتقول لي انت اديتني 50% ليه؟ يبقى انا هديك الفيدباك بناء على الروبريك ده. ده مش كده وبس، هو وسيله للتواصل بيني وبين الطالب، ان انا لما اجي اشرح له الموضوع اقول له خلي بالك انت لما هتتقيم هتتقيم على الروبريك الفلاني. مش كده وبس، انا كمان حضراتكم يهمني ان انتوا كمان تعلموا الطلبه ان هم يعملوا بير اسسمنت، هم يقيموا بعض باستخدام الروبريك وليكن ده فورماتيف مثلا على سبيل المثال، هم كمان يقيموا الروبريك، يعني تديه لهم اول ما تصمموا او اول ما تنزله وتعمله داونلود زي ما هنعمل دلوقتي وتجيبه اونلاين، تقول لهم يا جماعه ايه رايكم في الروبريك ده، فيجي يقولوا لك والله يا دكتور خلي بالك احنا اصلا مش فاهمين ايه تقصد بدي، يعني ايه ان الهاير بيرفورمانس في الـ في الـ في الـ في, الـ في المعيار ده بتوصفه ان هو يكون كاتب الريسيرش بالليتريتشر ريفيو مكتمل، وان الريفرنس يكون مكتوبه بالستايل الفلاني، انا ما اعرفش اصلا يعني ايه الستايل ده، فبالتالي هو لما يجي يقيمه ممكن تكتشف ان في حاجات مش واضحه للطلبه، فحضرتك او حضرتك تقدر توضحها له قبل ما تقيمه بيها. طيب عشان ابنيه اول حاجه زي ما اتفقنا واحنا عاملينها يمكن بلون مختلف، اختار مهمه التقييم، هتكون ريسيرش، هتكون بوستر، هتكون برزنتيشن، هيكون بروجكت، هيكون بورتفوليو، هيكون ايا كان، فاختار مهمه التقييم على مستوى المقرر بتاعك زي ما حضراتكم اوريدي اخترتوا ريسيرش. حدد الليرنينج اوت كمز المرتبطه بيها، هي ايه؟ هيشخص مريض، هيكتب ريسيرش في حته فلانيه، هيعمل مذكره للدفاع عن متهم، هيعمل مبنى، هيصمم مبنى في كليه الهندسه، هيعمل تصميم لدرس هيقدمه للطلبه في ثانيه ثانوي او ثالثه ثانوي او هكذا. افحص نماذج مختلفه من نماذج اعداد سلم التقييم، ما شاء الله النت فيها فرايتي كثيره جدا لروبريك جاهزه،
ممكن تستخدمها او ممكن تصمم انت واحد اونلاين زي ما هنشوف دلوقتي، او اعمل بتاعك زي بالطريقه البسيطه اللي قلناها. نعم نعم ولكن لا ولكن لا، نفتكرهم دايما الاربعه دول كده عشان نصمم الروبريك بتاعك. حدد جوانب التقييم، معايير التقييم واوزانها، لو حابب تقول ان كلهم 25% 4 3 2 1 وده الموست كومن. جرب نسخه لسلم التقييم واضبطها، تجربها تديها لحد من زمايلك يبص عليها يقول له ايه رايك في الروبريك ده، ينفع اننا نديه للطلبه. نمره 2 اديه للطلبه وخليهم تسمع رايهم فيه، مهم جدا تاخد الفيدباك بتاع الطلبه على الروبريك، وبناء عليه ممكن حضرتك او حضرتك تصلح الروبريك بناء على ذلك. طيب اهميته بيديني نتائج متسقه. نرجع تاني للجمل بقى، ما احنا ما عندناش الصراحه غيره النهارده، هنرجع للجمل. لو احنا عندنا روبريك متقسم كده، اعتقد ان الدرجات كنا هنلاقي مثلا تتراوح ما بين 8 و9 او 7 و8، كنا هنلاقي فيه اتساق في النتائج اللي احنا بقى بنسميه، حد من حضراتكم سال في البدايه في فرشه العمل عن الجوده الريلايبيليتي الثبات، يبقى ده يحسن لي الثبات. في معايير اساسيه واضحه وكافيه للتقييم، حط 5 حط 6 حط اللي حضرتك عايزه او حضرتك عايزاه، بس ندي للطلب. في مستويات متدرجه، يبقى هتفرق لي تميز لي طالب عن طالب. ترتبط بمعايير طبعا بمخرجات تعلم، لان انا حاطط واحده فيها رايتنج، حاطط واحده فيها كريتيكال ثينكينج اناليسيس الى اخره. والمعايير متسلسله بصوره منطقيه 4 3 2 1 متسلسله، يشتمل على مواصفات اداء اجرائيه واضحه طبعا، لان انا حطيتها اي ليفل وحطيتها معايير تحت بعضها، خلاص بقت مكتمله الصوره عندي، وهي في النهايه مرتبطه بليرنينج اوت كامز بمخرج للتعلم. يبقى دي مواصفات سلم التقييم اللفظي الجيد. طيب زي ما قلنا بقى، طبعا هو اهميته ليا كعضو التدريس، ايفالويت الستودنت بيرفورمانس اون بيرفورمانس تاسك. دايما خلاص احنا اتفقنا عندي تاسك وده الاداه بتاعتها، والستودنت اوفتن جيفن ذا روبريك بنديهوله، او حتى هيلب تو ديفولب ات زي ما قلنا عشان يبقى عارف ان ادفانس هو ايه الاكسبكتد منه. طب الستودنت طبعا هيبقى نو ان ادفانس الاكسبكتد منه زي ما قلنا، او ليرنينج اوت كمز كمان، عشان يكتسب المهارات، يكتسب السكيلز، يكتسب حتى الاتيتيود، عارفه كمان الكواليتي بتاع شغله هتبقى عامله ازاي، وعارف الجزئيه اللي هيمتحن فيها هيتقيم فيها ازاي بالظبط. يبقى ده اهميته بالنسبه لي او بالنسبه للطالب. وده مثال اهو، لو حطينا مثلا جدول فاضي، قلت انا عندي فيه 4 ليفل، ليفل 4 3 2 1 وبرفورمانس انديكيتور 1 2 3 4. مثلا لو بنتكلم عن اورال برزنتيشن، او بتكلم عن ريسيرش، او بتكلم عن بوستر، او بتكلم عن بروجكت، او بتكلم عن بورتفوليو، ادي البرفورمانس انديكيتور وادي الليفل بتاعها. وانا ممكن احط زي ما اتفقنا، انا بصممه يبقى هكتب ايه زي ما اتفقنا، حطيت كل المعايير في ليفل 4، ليفل 3 كل ولكن، ليفل 2 لا ولكن، ليفل 1 لا، ما فيهوش حاجه خالص من المعايير الجوده او معايير مستويات الجوده لهذا الانديكيتور. زي مثال كده في الاول انا بتكلم على اورال برزنتيشن، لو قلت انا ليفل 4 ذا مين ايديا از ويل ديفلوبد يوزنج امبورتنت ديتيلز اند اني كودز، ذا انفورميشن از اكوريت اند امبرسيف، ذا توبيك از ثورلي ديفلوبد ويذن تايم كونسترين. انا حطيت اهو ده اللي ياخد 4. ليفل 3 ذا مين ايديا از ريزونابلي، هنا كانت ايه بقى، ويل ديفلوبد كلير اند سبورتنج ديتيلز ار ادكويت اند ريليفنت، انفورميشن از اكوريت، توبيك از ادكويتلي developed with the constraint but is not complete. يبقى حطيت في الاخر ايه، ولكن هنا the main idea، بدانا من اول ايه بسم الله كده، لا some information is inaccurate، the topic is supported with few details and is sketchy and is incomplete. يبقى حطيت له في الحته برضو لا. هنا بقى a main idea is not evident، the information has many inaccuracy، the topic is not supported with details. يبقى ليفل 1 اللي كله نو ما فيهوش حاجه خالص مظبوط. يبقى ده اكزامبل اوف روبريك. طيب خلونا بقى ننتقل بعد كده لمين، للجمل. ده مش هنعمل له اكتيفيتي. المطلوب بقى من حضراتكم لو انا حابب اعمل روبريك تاني للجمل، اعتقد هيبقى مختلف عن اللي عملناه في الاول اللي هو كان عباره عن هوليستيك اللي ادينا درجه من 10 كده من غير ما ناخد في تفاصيل، هيبقى مختلف عن التشيك ليست اللي عملناها وحطينا لها بعض الستاندرد، قلنا نعم او لا او مقبول وجيد وجيد جدا. المره دي احنا علينا قوي، عملنا جدول روبريك في معايير اللي حضراتكم حطيتوها، بس حطينا وصف لكل معيار منهم، فبالتالي بقى مور اوبجكتيف مور ريلايبل مور فاليد تولز فور اسسمنت. يبقى ده الايه الهدف، ان احنا عمالين نعلى في البرفورمانس اسسمنت. طيب خلوني اوري حضراتكم بعض الاكزامبل ليه
روبريك. احنا كنا عاملينها، كان عندنا مؤتمر من كام سنه كده، وعملنا روبريك لكل الاكتيفيتي اللي الطلبه بتستخدمها، وان شاء الله هحطها لحضراتكم على الواتساب جروب، حابين تستخدموها تعدلوا فيها، انا هحطها وورد، فلو حابين تستخدموها او تعدلوا فيها براحتكم، يعني قد تكون موديل او مثال حابين تستخدموه زي ما حضراتكم تحبوا. طيب نشوف بعض الامثله. دكتور محمد بس هستأذن حضرتك، في ناس كتيرة واقفة مستنية حضرتك. طب انا اسف، انا اسف، لا لا بالعكس، انا اسف، معلش حاضر. تمام كده خلاص، كلهم مثالي، كل ما فيش حد في البار بار. تمام اوكي، ادي بعض ده مثال كده حضراتكم. شايفينه كده حضراتكم، كبروا. دي مثلا كان اول واحد، بسم الله الرحمن الرحيم، ريسيرش بيبر روبريك. زي ما حضرتك شايفين هنا كده عندي 5 بوينت، 5 4 3 2، دول اللي هم الايه المستويات. وادي المعايير اتكلمنا فيها، الانترودكشن، الليتريتشر ريفيو، الكونتنت، اورجانيزيشن اند لانجويج، كونكلوجن، السيتيشن، والسيتابيلتي، وحطينا فيدباك، وحطينا كلمتين للمحكم، وحطينا كمان ازاي يدي الفيدباك، بوينت اوف سترينث، بوينت اوف ويكنس. ناخد مثال ليهم، مثلا في الانترودكشن حطيناها فيها ايتم برضو كمان، الريسيرش بروبلم اند اوبجكتيف وير كليرلي ايدنتيفايد، كليرلي ايدنتيفايد سب توبيك تو بي انكلودد، اكسبلين ذا ريسيرش توبيك امبورتنس اند ابلكيشن ان كلير اند كومبريهنسيف مانر، وهكذا. في رقم 4 بقت اقل شويه، 3 اقل، 2 شويه، ويحط هنا سكور اللي هو من 5 لحد درجتين. طبعا الروبريك في استخدامه الاول مره هيبقى شويه محتاج شويه وقت لحد ما احفظه ابقى عارف، وطبعا انتوا ما شاء الله طبعا حضراتكم بخبراتكم اصلا هتلاقوا بعد شويه انتوا الروبريك اوريدي حافظين الايتيمز على طول، ده ياخد 4، ده 3، ده 2، وهكذا، وفي الاخر بجمع الدرجات. طبعا زمايلنا طبعا في الحاسب الالي والكمبيوتر ممكن طبعا يحطوا لنا الروبريك ده على اكسل شيت، او يحطوا لنا على ابلكيشن، بحيث ان انا حتى كمان احط الدرجات، هو يجمع في الاخر يديني الدرجه، يحولها لي الدرجه كمان تتحفظ للطالب، يعني في ناس بتعمل كده وفي برامج بتعمل كده، فبالتالي يبقى حتى عمليه التقييم اسهل. طيب ده بالنسبه للريسيرش بيبر. طيب لو انا عندي بوستر حاطين له برده ادي من 4 لحد 1، وحاطين هنا التايتل والمين ايديا، الريسيرش ديتيلز، اتراكتفنس فيجوال ابيل، ابيلتي تو ريد ذا بوستر، اوريجيناليتي اوف جرافيكس، جرامر اند كابيتاليزيشن اند بانكتويشن، نوليدج جيند. يبقى ده برضو لو كل واحده ليها الايه الايتم بتاعتها، ده هخليه مع حضراتكم، حبيتوا تستخدموه تختصروه زي ما انتم عايزين. يبقى ده واحد من الايه من الروبريك الجاهزه، ده تحت ايدكم. طيب خلونا نشوف بعض الامثله ثانيه لاكتيفيتي اخرى. هنا كان عندي فيه برضه ده بالعربي بقى، الاوراق العلميه الابحاث اهي، حاطين فيه هنا ايه الاستعراض الادبي، المحتوى، التنظيم، التصميم، الاستنتاج، الملصقات برضه البوسترز محطوطه اهي بالعربي، بعد كده لو برزنتيشن، بعد كده افلام وثائقيه، كان الطلب عندنا بيعملوا افلام وثائقيه دوكيومنتري، حطينا العناصر بتاعتها هنا، مثلا ادي رياده الاعمال، الحاجات اللي كان فيها رياده الاعمال مثلا حطيناها ايه الحاجات فيها، المعرض، اختراعات، الحاجات اللي كانوا عاملينها، ابتكارات. انا عايز اوصل بس لحاجه اخيره، ده مثلا هنا المشاريع الجديده المبتكره، ايوه عندك ادي التصوير الفوتوغرافي، وبعد كده الرسم التشكيل اهو، فاكرين الجمل، حاطين هنا التظليل والوقوعيه، الاهتمام بالتفاصيل، المظهر العام والتناغم، الابتكار والابداع او الابداع، الاجتهاد والمثابره، حكم المسؤول عن التقييم اللي هو بقى اللي عباره عن ايه الجلوبال، في الاخر بدي له كده سؤال اللي هو يديني الجلوبال. اللوحات الذاتيه نفس القصه، التصميم والانشاء، اختبار الالوان، استخدام المواد، مهارات الرسم، القدره على الابتكار، الرسم، راي المسؤول عن التقييم. كنا عاملين لهم كاريكاتير، فبالتالي الطباعه وخط اليد والنقش، يبقى دي كلها اعمال مختلفه، وده الروبريك بتاعها جاهز باللغه العربيه. يبقى ممكن برضو حضراتكم دول كلهم هيبقوا معاكم، حابين تستخدموهم تعدلوا عليهم، او على الاقل هتبقى مثال لحاجه اتعملت والصراحه يعني بذل جهد كبير فيها، وكان في لجان بتراجعها، رجان طبعا ناس متخصصه عننا، طبعا كل واحد في تخصصه كان بيراجع الروبريك دي لحد ما وصلنا زي ما بيقولوا للمعادله دي،
ان دي كانت يعني انسب حاجه واستخدمناها لسنوات طويله، واستخدمت هنا في المؤتمرات اللي كانت بتعمل لوزاره التعليم على مدى يمكن 6-7 سنين كانوا بيستخدموها، عدلوا فيها واختصروها لان لقوا ان هي طويله مثلا في حاجات، وان هي حولوا حاجات منها للتشيك ليست، حولوا حاجات منها لشكل مختلف بالذات في البوستر، صعب ان يبقى في بوستر كبير كده والدكتور يقعد يقراه، فحولوه للتشيك ليست. فعندنا حاجات كتيره اعيد استخدامها، بس على الاقل عندنا النواه بتاعتها الاساسيه اللي ممكن حضراتكم تعدلوا فيها باذن الله. طيب يبقى احنا كده اتكلمنا عن البرفورمانس اسسمنت، اتكلمنا عن ان عندي فيه تاسك وعندي فيه تولز اللي بستخدمها، تشيك ليست، ريتنج سكيلز اللي هو سلم التقدير، استخدمنا الروبريك اللي هو سلم التقدير اللفظي، استخدمنا الريفليكشن، استخدمنا الفيدباك. طيب هتقولوا لي والله بس برضو يعني متشكرين جدا على اللي انت قلته النهارده، بس برضو احنا ستيل وخدنا امثله الروبريك جاهزه وقلنا الجمل وازاي نقيم الرسمه، بس هتقولي بس والله برضو احنا عايزين ستيل محتاجين حاجه اسهل وحاجه اونلاين، احنا بنتكلم على تكنولوجي اونلاين. هقول لكم ماشي، هقول لكم ان في مواقع كتيره جدا 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 ممكن اعمل بيها اوتوميتد ان انا اعمل الروبريك بتاعي. طيب انا عندي موقعين يمكن هنستعرض واحد منهم وبعدين اسيب لحضراتكم الفرصه تستخدموا الباقي. واحد منهم اللي هو التيتشر روبريك ميكر، خلونا نروح للموقع بتاعه وخليني احط على الشات لو حابين تفتحوه في نفس الوقت معايا، خلوني اروح على الشات كمان واحطه لحضراتكم على الشات. ادي الموقع بتاعه اهوت، اللي هو روبريك ميكر. وهلاقي في الروبريك ميكر ده اولا هلاقي تحت عندي روبريك جاهز، يعني مثلا لو رحت عند في واضحه كده مع حضراتكم انتوا اللي شايفين، لو رحت عند الريسيرش بروجكت اهو افتحه اديني ريسيرش بروجكت جاهز اهو، الريسيرش كوانتيتي، ريسيرش كواليتي، اوريجيناليتي اورجانيزيشن اسف، رايتنج ايديا، رايتنج اورجانيزيشن، رايتنج وريسيرش دوكيومنتيشن، وهو مقسمها من اول 4 ل 1 ديستينجويشد بروفيشنت ابرنتيز نوفيس من الاعلى الى الاقل، واعمل لي تعريف لكل واحده منهم. يبقى انا ممكن والله لو عجبني ده هاخد الايتم بتاعته واستخدمه مباشره للريسيرش بتاعي اللي انا عايز استخدمه. طيب حد من الدكاتره هيقول لي لا والله اصلا في ايتم زياده انا مش محتاجه ان انا استخدم دول، او انا مش محتاجه استخدم ده كله، انا محتاج ان انا اعمل له كوستمايزيشن للستودنت بتوعي، اقول له اكيد برضه موجود. فهاجي في نفس الصفحه دي قدام اهو في الصفحه الاساسيه هقول له انا عايز اعمل التايتل ريسيرش روبر، ويديني كمان الليفل، انت الليفل بتاعك هاي ولا ميدل ولا المنتري ولا برايمري، يعني هو مغطيني من اول الهاير اديوكيشن لحد الثانوي لحد الابتدائي حد، اقول له انا عايز هاي واقول له ميك، فيفتح لي صفحه ثانيه اقدر اختار منها المعايير واختار الليفل بتاع كل معيار، فاقول له انا التوبيك بتاعي هنا في الريسيرش، وهختار منه الكومبوننت بتاعته، انا عايز ابدا اول حاجه بالنسبه لي الاوفر فيو مثلا على سبيل المثال، عايز احط اعمل لها كوستمايزيشن وتتغير او ما كانش هيديني هو يقول لي بتاعها ايه او ممكن اعدل فيه. فانا لما اخترت الريسيرش والاوفر فيو اداني اهوت الاربعه اهو، في الديستينكويج انكلودد ريلايبل انفورميشن فروم برايمري سورس سكندري سورس اند سبجكت ماتر اكسبيرت بروجكت بيبليوغرافي اور كريدت وير كومبليتد اند فلوسلي formatted include الثانيه بقى include formation from at least 3 شيء، انا بدانا ايه نقلل الدنيا شويه at 3 secondary source used information from relevant primary source material all information came from reliable source project bibliography or credit where complete وهكذا في كل واحده منهم. يبقى ده اول معيار عندي اللي هو ايه يا جماعه اللي هو الاوفر فيو. طب ثاني معيار انا عايزه هنا ايه، هختار برده هنا ثاني هو research، واقول الكومبوننت بتاعي هنا خدت انا اوفر فيو خلاص، هقول والله خدت انا اوفر فيو، هاخد هنا الكوانتيتي مثلا، تيجي ثاني ايتم انا شايف ان هو مناسب بالنسبه لي، اداني هو الايه الاربعه ليفل بتوعه كل واحد منهم ايه اللي المفروض تكون فيه الكوانتيتي. طيب ثالث واحد اختار برده ثاني هو ريسيرش، هاجي برده في الكومبوننت اقول والله في الكواليتي، ظهر لي اهو انكلودد فاكت conclusion and opinion from reliable source include the opinion of subject matter expert include fact conclusion وهكذا في كل واحده منهم. هاجي في الرابعه مثلا، احنا عايزين اربعه بس كفايه، هختار برضه هو research، وبعدين الكومبوننت بتاعتي المره دي هقول والله في الدوكيومنتيشن، ظهر لي اهوت الدوكيومنتيشن اهوت، عايز اغير العنوان او اغير اي حاجه اقدر اغيرها
عايز ازود ادرو اقدر ادرو كمان اقول له فينيشد اقول له فينيشد. زي ما حضراتكم شايفين يمكن ده اللي انا عرضته لكم كان كبير قوي في ديتيلز كتيره ممكن يعني زي ما بيقولوا انا كمان اتوه وسطها والطلبه تتوه وسطها. انما ده لحد ما شايفه يعني سمبليفايد شويه. اخلص ده اقول له فينيشد. بعد ما هقول له فينيشد هتظهر لي صفحه جديده اهيت بيقول لي انت عايز ايه بقى؟ عايز ان انت تحفظه في الكلاود ماشي، عايز ان انت برنت الروبريك هيظهره لي بصوره برنتابل اهوت، سواء بقى البرنت دي انا خدتها عملتها برنت ادي الروبريك بتاعي جاهز اهو، او اقول له هنا داونلود. ولما اقول له داونلود مش شرط ان انا بطبعه بقى، انا احفظه كبي دي اف عندي واحطه في الكمبيوتر عندي واحفظه وادي للطلبه اقول له ادي الريسيرش روبريك بتاعك اهوت. وفي الاخر كمان حاطط ايه زي حاجه هوليستيك برضه ماي بروجكت هاز انفورميشن، احنا اول حاجه عندي كانت الانفورميشن، فبالتالي حاطط لي كمان ايكون ليه اللي هي ايه تجميع لكل واحد منهم ان انا ممكن احط ايه حاجه هوليستيك في الاخر. يبقى انا كده استخدمت الروبريك ومش كده بس، حاطط لي كمان ايكون ثانيه فيه الصراحه موجوده فيه على الموقع بتاع الروبريك ماستر ان انا ممكن اعدل فيه حاجه، ممكن ان انا اعمله على التشيك ليست هي جاهزه هي انا احطها لحد ان انا احذفه. ممكن اعمل اكونت واحفظ الروبريك عندي في البرنامج ده في الابلكيشن ده ممكن برضه متاحه بالنسبه لي. يبقى ده اول واحد عندي يا جماعه اللي هو الروبريك ميكر. بنفس الكيفيه ونفس الطريقه عندي برنامج تاني اللي هو هنا اللي هو الروبريك جنريتور او الروبي ستار. برضه ده ادي الموقع بتاعه احطه لكم على الشات برضه. ان شاء الله هبعت لحضراتكم البرزنتيشن هحطها باذن الله على الواتساب جروب باذن الله هكون مع حضراتكم، والفيديو بتاعها برضو زي الاسبوع اللي فات باذن الله يمكن على اخر النهار او بكره بالكثير تكون الفيديو بتاعها على اليوتيوب ان شاء الله. طيب ده برضو نفس القصه، بحط بعض الانفورميشن بس هنا بقى بيجي شويه انفورميشن، بحط انفورميشن مثلا عني في الاول وبرضو ممكن اعمل اكونت عليه على فكره. احط النيم اهو ريسيرش ماشي كده. هنا بيقول لي حط زيب كود، اللي خارج امريكا بيحط خمس تسعات 1 2 3 4 اهمت 5 واقول له اذا تمبوري روبريك او بيرمننت ماشي، هقول له مش هتفرق يعني في حاجه. وهنا برضو بيديني الايكون نهايه بقى بليز تشوز انت ايه اللي عايز محتاج الكاتيجوري بتاعتك، فاقول له ان انا عايز اول واحده مثلا تخص السورسز. اول ما احط سورسز هيدي لي كل الاول سورسز انفورميشن اند ار اكوريسي وهكذا. تاني ايكون تاني كاتيجوري عندي عايز احط الباراجراف كونستراكشن هيظهر لي ايه هي الليفلز بتاعتها من 4 لـ 1. ثالث واحد هقول له انا عايز احط انا حطيت السورس خلاص، احط الاماونت اوف انفورميشن او كواليتي اوف انفورميشن، بعد كده هحط الايه الاماونت اوف انفورميشن. ظهر لي زي ما حضراتكم شايفين فين كل كاتيجوري تحتها عباره عن ايه. خلاص انا عايز ازود لان هقول له ايه بعد كده سبميت، خلاص انا مش عايز الا الاربعه دول خلاص. ظهر لي هو زي ما حضراتكم شايفين، هقول له عايز برنت ولا داونلود او ميك افيلابل حتى اونلاين واديني لينك ليه، بس ده هيعوز انت نسجل مفيش مشكله نسجل ونعمل اهو. هقول له هنا برنت او داونلود، هقول له داونلود هيعمل له داونلود اهو ليه وبيديني بقى اوبشن للداونلود بتاعه ان انا احفظه عندي وان انا استخدمه مع الطلبه لعمليه التقييم. عايز حتى داونلود ذا اكسل شيت اهوت اداوني صوره. فاكرين لما قلت حضرتك ممكن اعمله اكسل واعمل له بقى زمايلنا ما شاء الله بتوع الحاسب ما شاء الله هم يعني اشهر مننا في القصه دي يحطوا لنا فيه درجات ويحسب هو لوحده والكلام ده، يبقى ممكن ما شاء الله نعمله بهذا الشكل. وادي بقى في صوره اكسل شيت الروبريك بتاعنا. يبقى انا ممكن ده كمان عشان عمليه الايه حساب الايه الدرجات وتقييم. يبقى هنا ده موقع تاني ممكن خليه بقى نسيبه يفتح لما يفتح على مهله. يبقى ده موقع تاني اهو فتح. يبقى ده ظهر لي الروبريك في صوره اكسل شيت موجوده عندي اقدر استخدمه اسيفه ابعته للطلبه استخدمه. طيب اهو ادي الروبريك اهو يا جماعه في صوره اكسل شيت موجود عندنا اهوت.
بتاع الايه الريسيرش فور يونيفرسيتي ستودنت. وطبعا مش شرط ريسيرش بقى، الموقعين اللي احنا شفناهم دول عندي فيهم كم كبير من الروبريك يغطي لي حاجات كتيره في الشغل بتاعي. يبقى اللي مش عايز يستخدم حاجه جاهزه او ما عندوش حاجه جاهزه ممكن يروح اونلاين على روبي ستار روبريك جنريتور، او يروح على تيتش روبريك ميكر ويصنع او يكرييت الروبريك بتاعه. طيب عايز اختم يا جماعه بالسلايد ديت. اي اداه تقييم لابد ان يتوافر فيها بعض الشروط، هنقولهم بشكل سريع بدون الدخول في التفاصيل. ان تكون valid، الصدق اللي لازم نقول، measure which intended to measure، تقيس ما وضع لقياسها، الثبات او reliability ان انا كل لما استخدمها زي النهارده كده كلنا قيمنا الجمل يبقى كلنا ندي درجات مقاربه لبعضها. طيب ايه كمان، ايه غير كده كمان؟ الموضوعيه تكون اوبجكتيف بقدر المستطاع، زي ما اتفقنا احنا لما استخدم الروبريك مش هقدر اكون اوبجكتيف 100% عشان نكون صادقين، بس على الاقل مش هبقى زي التقييم الاول بتاع الجمل اللي ادينا فيه درجات كلنا من 5 لـ 9، على الاقل هيقل السبجكتيفيتي. الشمول زي ما اتفقنا انا لما استخدمت الروبريك بقى شامل كل حاجه في الريسيرش بتاعي، مغطي الكونتنت، مغطي الانترودكشن، مغطي الاوفر فيو، مغطي الكوانتيتي، الكواليتي، البيبلوجرافيك. امكانيه الاستخدام، ما احطش وسيله تقييم تكون صعبه في استخدامها سواء من ناحيه التكلفه، لو احنا بنتكلم مثلا المهاره دي لازم لها سكيل سنتر مركز مهارات وانا الامكانيات مثلا مش موجوده، والتكلفه على فكره او امكانيه الاستخدام مش شرط بس تكلفه فلوس، الوقت بالنسبه لنا برضو زي ما قلنا انا ممكن في اوقات ما اقدرش استخدم الروبريك لانه محتاج وقت طويل وانا عندي عدد طلاب كتيره، فبالتالي انا هستخدم، ما ينفعش استخدم الروبريك اللي انا اديته لحضراتكم الطويل ده اللي عباره عن صفحتين بس، ممكن استخدم الروبريك اللي احنا شفناه دلوقتي لانه اسهل في التقييم واسهل ان انا احفظه واسهل للطلاب حتى ان هم يطبقوه يعملوا سيلف اسسمنت. يبقى انا محتاج ان اداه التقييم تكون valid، reliable، objectivity، comprehensive، تكون practical to be used او ممكنه لاستخدامها في عمليه التقييم. هذا ينطبق على الريتن اسسمنت لما اقول استخدم ام اس كيو ولا بستخدم ايسي، وينطبق على البرفورمانس اسسمنت لو انا بستخدم روبريك، بستخدم تشيك ليست، بستخدم ريتنج سكيلز، بستخدم بورتفوليو، بستخدم ريفليكشن في عمليه التقييم. يبقى لازم الشروط دي ببقى حريص، اللي هم ساعات بيسموها اليوتيليتي فورمولا. اليوتيليتي فورمولا دي عباره عن معادله فيها شروط الواجب توفرها تساوي الخمسه دول. هي مش معادله رقميه بس هي اشكاليتها ان لو واحد من دول بيساوي صفر يبقى في النهايه الدنيا كلها تساوي صفر للاسف الشديد، وهذا ما لا نتمناه، واللي احنا طبعا على ثقه ان حضراتكم تقييمكم كله هو الاقرب لهذه الشروط. احنا كده حضراتكم غطينا النهارده البرفورمانس اسسمنت، المهام المرتبطه بالبرفورمانس اسسمنت، استخدمنا على التاسك المختلفة اللي بتخش تحت البرفورمانس اسسمنت سواء كانت برزنتيشن، بوستر، ريسيرش، بورتفوليو، ديسكشن، اساينمنت الى اخره. اتكلمنا على الوسائل المختلفة او التولز المستخدمة في البرفورمانس اسسمنت اللي هي الريتنج سكيلز، التشيك ليست، الريفليكشن، الفيدباك، الروبريك، البورتفوليو. معلش هنخليهم في مره لوحدها لانه محتاج نتكلم عنه بشيء من التفصيل. اتكلمنا عن الروبريك اهميته، ازاي نصممه، سواء كنا صممناه مانيوال، استخدمنا روبريك جاهز، استخدمنا الاونلاين تولز للديزاين الروبريك. ختمنا بالشروط الهامه لاي وسيله تقييم اللي هي اليوتيليتي فورمولا، الصدق، الثبات، الشموليه، البراكتيليتي او قابليه الاستخدام. اعتقد احنا الحمد لله قدرنا النهارده نغطي جزئيه مهمه جدا بتهمنا جميعا، موضوع البرفورمانس اسسمنت. نختم زي ما بدانا برضه الليرنينج مومنت، يا ترى ايه الحاجات اللي حسيتوا النهارده حضراتكم زي ما بيقولوا ان هي نورت معانا النهارده؟ قلنا فعلا احنا لما جينا النهارده كان يهمنا قوي ان احنا نسمع الجزئيه دي واستفدنا فيها. هندخل على menti.com تاني، هنحط الكود 1316 17 وحضراتكم تقولوا لنا لحظات التعلم بالنسبه لنا النهارده كانت ايه. المجال مع حضراتكم نختم بورشة العمل قبل ما نروح للدكتورة منال ربنا يكرمها إن شاء الله ونرجع للأسئلة والإجابات بإذن الله. طيب لحظات التعلم حضراتكم، الكود 1316 17، تفضلوا حضراتكم المجال معكم في الانتظار.
في حد بس ادانا رقم لا اكيد هو ما يقصدش 933004. ازاي اصمم الروبريك؟ شكرا دكتور او دكتوره. How to design rubric. معلش يا فندم الرقم حضرتك تقوله لنا تاني او يكتب على الواتس. حاضر دكتور. اه حاضر 131617 هو اكتبه حالا كمان يا دكتور على هو ظاهر في, في, في نفس الشاشه فوق بس خليني اكتبه برضه لحضراتكم. 131617 اتفضل دكتور. تشيك ليست فيرسس روبريك تمام. مينينج اوف روبريك كيفيه عمل الروبريك طريقه الروبريك اونلاين روبريك ديزاين تمام. كل المعلومات الجديده شكرا جزيلا دكتوره. يا رب كده يا رب تكون انا زي ما استفدت بوجودي مع حضراتكم تكونوا حضراتكم استفدتم. روبريك ديزاين اسسمنت بيرفورمانس ديزاين اند فاليو اوف روبريك هاو تو ديزاين روبريك يعني واضح ان كان فعلا التركيز كله على الروبريك. يا رب يكون ان انا قدرت اغطيه بشكل ان شاء الله يكون عجب حضراتكم. الفاليديتي والريبيليتي البرامج المستخدمه محاضره تسلم دكتور او دكتوره. مينينج ديزاين روبريك روبريك ديزاين روبريك ديزاين ماشي شكرا جزيلا العافيه دكتوره رباب ربنا يديك الصحه والعافيه. هاو تو ديزاين روبريك شكرا يا جماعه والله عمليه توصيف المعيار الروبريك ماشي تمام. روبريك ديزاين از تول اوف بيرفورمانس اسسمنت الحمد لله ان احنا يعني برضو خرجنا في النهايه النهارده بربط البرفورمانس بالروبريك يعني ما خدناش بس الروبريك كده لوحده قلنا احنا عندنا روبريك وخلاص لا احنا ربطناه بالبرفورمانس اسسمنت وده كان يهمني. روبريك بيلدر البرامج الجاهزه والمواقع تصميم الروبريك روبريك اونلاين برامج. على فكره انا بشكر الدكتوره منال الصراحه هي كمان يعني ادتني بالي وفكرتني قالت لازم يا دكتور محمد نتكلم على موضوع البرامج فهو يعني برضه الشكر موصول في البرامج للدكتوره منال ربنا يكرمها. شكرا دكتور خالد ربنا يكرمك. يوزنج البروجرام تاسك والتول والديزاين تاسك صح زي ما قلنا تاسك يبقى قصادها تول والبرفورمانس والميلر بيراميد طبعا يعني الميلر بيراميد يعني طبعا اكيد حد من زمايلنا في الطب هو طبعا الميلر بيراميد هو مش في الطب بس هو لكل الكليات مهم جدا ابقى عارف ان انا العفو دكتور شكرا جزيلا على موقع التصميم والروبريك. الميلر بيراميد يمشي للكل زي البلومز كده بتمشي للكل الميلر ينطبق على الجميع نو نو هاو شو داز وزي ما اتفقنا هم زودوا عليه كمان الاز اللي هو يكون اللي انت قلت لي عليها اللي هو موضوع البروفيشناليزم تمام. اعتقد يعني يا رب تكون كل فعلا دي حاجات وصلت لحضراتكم النهارده. الميلر بيراميد تمام. انا حقيقي والله استفدت جدا من الوجود مع حضراتكم النهارده بشكل كبير وخاصه ان ما شاء الله يعني معانا خبرات الخلفيه بتاعتها ما شاء الله يعني مش محتاجه زي ما بيقول تمام. ما شاء الله عايزين الجزء الثاني بقى اللي هو الورك شوب ايفالويشن برضه براحتكم اعتبروني مش موجود وقيموا زي ما انتم عايزين. الاسئلتنا الثلاثه I learned new knowledge in today's workshop ولا trainer was knowledgeable ولا the workshop was well organized ثلاث اسئله برضه اتمنى ان حضراتكم تجاوبوا عليها. بنمشي على السكيل ده من واحد لحد خمسه يعني زي ما انتم عايزين براحتكم خالص يعني يهمني طبعا رايكم الدكتور طارق والدكتوره منال يهمهم رايكم برضه بحيث ان برضه بناء على ما تقولوه غير طبعا ما شاء الله الدكتوره منال بتبعت لكم ورشه الكوتشينير او السيرفي بس احنا برضه بنحب تبقى حاجه كده يعني ايه لايف في نهايه الورشه نكون عرفنا يعني الفيدباك بتاعكم بيبقى مهم جدا والله يا جماعه انا فعلا بستفيد منه كثير. 17 لسه عندنا بقى زودوا كده براحتكم يعني مفيش مشاكل خالص في الفيدباك كل ما هتقولوه يعني مقبول. وشكرا لحضراتكم جزيلا على اللي انتم كاتبينه على الشات جزاكم الله كل خير يا رب كده فعلا نكون عند حسن الظن في كل ما عملناه ان شاء الله البرزنتيشن هتكون عند حضراتكم ان شاء الله باذن الله هيكون كمان موجود الفيديو باذن الله ان شاء الله اعمله اديتنج بس وابعته لحضراتكم على السريع بقى كده على ما كده حضراتكم ماشي تمام.
تقييم الاداء في كليه عمليه. احنا طبعا احنا بنتكلم على برضو يعني كل اللي احنا بنتكلم عنه النهارده يمشي في الكليات العمليه، بس هتبقى التولز مختلفه. هيبقى عندي فيه اللي احنا بنسميه بقى الورك بليس بيسد اسسمنت. يعني انا لو في كليه عمليه في كليات الطب بيستخدموا اختبارات تخص الاختبارات السريريه زي الاوسكي وزي اللي هو الورك بليس بيسد اسسمنت. كليات العلوم يبقى انا اخلي الطالب يعمل تجربه واقيمها برضو بروبريك او بتشيك ليست. كليات الهندسه هخليه يعمل بروجكت واقيمه وهكذا. عندنا سؤال دكتوره رشا، وات اباوت لوج بوك اسسمنت؟ اللوج بوك ده احد التولز اللي ممكن هخلي الطالب لما يعمل تجارب هيحفظها فيها واحطها فيها ويبقى جزء من البورتفوليو بتاعه. فاللوج بوك برضو ده جزء من البرفورمانس اسسمنت، لان هنا بيحتفظ الطالب اللي هو عمله سواء كانت تجارب او تقارير او الى اخره ويستخدمها. ان شاء الله باذن الله الفوتوغرافي روبريك، كل الروبريك هتكون مع حضراتكم باذن الله بدون مقاطعه، هبعتها لكم ان شاء الله على الواتس بعد المحاضره ان شاء الله. تمام. طيب خلونا بقى ننتقل لاخر جزئيه قبل الدكتوره منال. بعد الدكتوره منال حاجه اخيره طبعا، زي ما شكرا جزيلا يا جماعه والله على التقييم. اخر حاجه عندنا النهارده هنا على السريع برضو كده عشان الوقت، احنا يعني ان شاء الله باذن الله هنخلص ثلاثه في توقيتها اللي هو يعني اثنين عندكم. اقتراحات للتطوير، ايه اقتراحاتكم حضراتكم لتطوير ورشه العمل سواء فيما يخصني او في سواء في ما يخص عمليه التنظيم او النولج، او ايه اللي كان ناقصنا النهارده اللي كنا محتاجين ان احنا نضيفه وكنت حابين تسمعوه ما لحقناش نقوله او ما غطيناهوش بشكل كويس. نتمنى برضو حضراتكم تقولوه، وبحيث ان احنا بعد كده نترك مزيد من طرق التقييم ان شاء الله باذن الله ربنا يسهل نرتب مع الدكتوره منال باذن الله. احنا النهارده كنا فوكس طبعا على البرفورمانس اسسمنت والروبريك، بحيث ان احنا نحاول بقدر المستطاع تغطيه الجزئيه دي بشكل جيد. يا رب نكون قدرنا نغطيها ان شاء الله. العفو، ربنا يكرمك دكتور او دكتوره. والله مور اكزامبل، احنا حاولنا بحاضر كلام منطقي جدا، احنا حاولنا نحط الروبريك وكنا نتمنى ان انتم كمان يعني هو بيبقى جزء من الاكتيفيتي ان انتم تصمموا روبريك، بس هو الوقت ويمكن يعني او العدد ما شاء الله لو العدد اقل من 100 كنا هنقدر نعملها براكتيكال. وبل بالعكس احد التولز اللي موجوده في 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 الزومز ان احنا تقسموا جروبز وكل جروب يشتغل مع بعضه، لو عندنا وقت اطول وعدد اقل كنا فعلا هنقدر نستخدمها. ادخال بعض الامثله الواقعيه، يعني احنا قلنا والله بقدر المستطاع يكون عندنا الريسيرش، عندنا في البوستر، عندنا في الاورال برزنتيشن، كل دي اعتقد يا رب تكون اسئله مثاليه. التطبيق على كليات عمليه دي محتاجه ان احنا نعمل لكل كليه ورشه عمل. حاضر، كلام منطقي، ورشه عمل خاصه بيها زي مثلا الدكاتره بيقولوا الاوسبي والاوسك والام والبورتفوليو، دول هيتنازلوا مع كليات الصحيه، لما كل كليه هتبقى محتاجه حاجه تخصها تبقى سبيسيفيك قوي ليها. احنا النهارده كنا بنتكلم الى حد ما حاجه تو فيت اول سايز. الليسونت بورتفوليو والله هو جاهز الصراحه، بس كان يعني محتاج يمكن نص ساعه كمان نتكلم على البورتفوليو موجود، حتى كمان مش البورتفوليو العادي، الاي بورتفوليو كمان. شكرا جزيلا. الطرق المختلفه لتقييم المهارات العمليه للكليات الصحيه، طبعا كليات الصحيه بيبقى لها ورش عمل خاصه بيها، الاوسكي، الاوسبي، الميني كيكس اكزام، الدوبس، الكيس بيز، طرق التقييم في اكثر ما الاكاديمي والكلينيكال، صح، الاوسبي، دي كلها ورش عامه بقى سبيسيفيك. الاي بورتفوليو ده توبك ممكن يبقى توبك لوحده نتكلم عنه، ويمكن هقول لكم في النهايه حاجه باذن الله برضو موجوده على اليوتيوب. اللوج بوك في التمريض، بنستخدم البورتفوليو، الاساينمنت اكيد دكتوره رباب على الاقل يبقى عندك روبريك للاساينمنت واستخدامه، ده مهم جدا. طيب لو في اي حاجه تانية يعني فعلا محتاجه ان شاء الله مع الدكتوره منال والدكتور طارق ان احنا فعلا بوست جراديويت اونلاين تيتشنج اند اسسمنت، في حاجات نقدر نستخدمها من التولز بتاعت النهارده حتى للبوست جرادويت، طبعا من ضمنهم الاوبن بوك اكزام، من ضمنهم الريفليكشن، من ضمنهم الفيدباك، من ضمنهم الاساينمنت برضو، الريسيرش، في حاجات تستخدم وهيبقى الروبريك مفيد بالنسبه لها. تمام. طيب في اي حد حابب يضيف حاجه، حتى لو بالدسكشن ممكن ندي المايك لحد من حضراتكم عايز يضيف اي حاجه تانية اضافيه. طيب خلونا نرجع لاخر حاجه برضو عندنا. يا طبعا يعني شكرا جزيلا لحضراتكم. انا يمكن عايز اختم برضو بحاجه يمكن تكون سورس
المعلومات اللي بنقولها. يمكن انا عامل يوتيوب فيديو يمكن عليها دلوقتي الحمد لله رب العالمين فيها يمكن فوق اكتر من 30 فيديو educational ما يخصوش الطب بس, بيخص بيخصهم كل التخصصات, بيخص حتى استخدام الزوم, حاجات تخص التكنولوجي, رايتنج الام بي سي كيو, رايتنج الماتشنج كويتشن, حتى الفيديو بتاع محاضره الاسبوع اللي فات اللي هي كومبتنس اوف اونلاين تيتشنج موجود على اليوتيوب ببساطه جدا. هي ده الموقع بتاعها اكتبه لكم على الشات, هو ام حسنين 2, هتلاقوا عليها كل يمكن يعني هي بقى لها يمكن حوالي 3 سنين مجموعه كبيره من الفيديوز موجوده على القناه, هنلاقي فيها يا رب يعني معلومات اكتر وتفصيليه لحاجات كتيره في الايتم اناليسيس وفي الريتن اسسمنت وفي الريسيرش وفي المندلي, يعني مجموعه كبيره يعني حاولت بقدر المستطاع اجتهد في عملها على مدار السنين اللي فاتت. يا رب ان شاء الله تعجبكم. دي واحده من قنوات الفيديو اللي موجوده هتلاقوا فيها معلومات. والصراحه في كمان قناه فيديو تانية يعني عاملاها اللي هي الاس يو مينا فراي اللي هو برنامج زماله التعليم الطبي اللي هي تبع الفيمر, عندنا برضو حاطين فيها مجموعه كبيره من الفيديوهات. انا ليا بعض الفيديوهات بس هي ما شاء الله الزملاء في الاس يو مينا فراي في برنامج الزماله مشاركاتهم اكتر مني بكتير, بس انا بعض فيديوهاتي برضو موجوده على نفس القناه دي اللي هي الاس يو مينا فراي دي برضو حضراتكم برضو ادي الموقع بتاعها هتلاقوا فيها. يمكن بقى يعني اذا كنت انا عندي 30 40 فيديو الاس يو مينا فراي هتلاقوا عليها يمكن يعني اعتقد ما شاء الله في الوقت الحالي ما يزيد عن ال 100 فيديو موجودين عليها, ومتقسمه بقى اللي فيها اللي هي قوائم التشغيل البلاي ليست, فيها تشكيله كبيره من الفيديوهات في المجالات المختلفه. فيها على فكره كمان الدكاتره اللي كانوا بيسالوا عن الكلينيكال والاسسمنت هنلاقي موجود فيها حاجات كثيره عن الكلينيكال اسسمنت, ممكن حضراتكم تشوفوها موجوده في نفس هذه القناه, هحط لكم برده اللينك بتاعها دلوقتي على الشات اهوت. فبرضو دول قد يكونوا مصدرين تانيين ان شاء الله. برضو الفيديو بتاع النهاردة باذنك يا رب ان شاء الله هحطه عليها باذن الله. دي يمكن كان اخر حاجة كنت حابة اقول لكم عليها برضو اللي هي اليوتيوب تشانل سواء بتاعتي او بتاعت الاس يو مينا فراي, عليها الكثير من المعلومات. يعني بشكر حضراتكم شكرا جزيلا على الوجود, على المشاركة, على اسئلتكم, على اقتراحاتكم, على كل حاجة ضفتوها النهاردة. اكيد هي ضفت لي كتير, يا رب ان انا اكون اضفت ولو شيء قليل لحضراتكم لمعلوماتكم الكبيرة وخبراتكم الكبيرة اللي موجودة. اعتقد الوقت الان ما بقي من وقت ان شاء الله يمكن معانا حوالي اكتر من ربع ساعة باذن الله, او يعني انا الوقت مفتوح بس عشان برضو وقتكم. ادي المايك لدكتورة منال حضرتك لو في اي اسئلة وكويتشنز, انا متاح تحت امركم في اي حاجه تسالوها, يا رب ان انا اقدر اجاوبها عليكم. شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وبرضه حضرتك اتفضل اتفضل دكتور منال. شكرا لدكتور محمد, يعني محاضره رائعه, احنا يعني استفدنا جدا واحنا داخلين زي ما قلنا على تقييم الطلبه بتوعنا, فشكرا لحضرتك دايما كده يعني رافع راسي. ازاي نسلم العفو دكتوره منال, ربنا يخليك, شرف ليا, اتشرفت. ولا في بعض الاسئله بسيطه واحنا على ما اظن يعني ان حضرتك قلت ان احنا هنقدر نعمل لها بعد كده ورش عمل. كان في حد بيسال اللوك بوك اسسمنت, لو انا عندي لوك بوك بديل للستودنت فازاي تعمل له اسسمنت؟ طيب هو برضه حضرتك اللوك بوك نفس الفكره, احنا خلاص يعني تقريبا كلنا بقينا يعني زي ما بيقولوا مقتنعين ان الروبريك هو افضل او نقول اكثر طريقه فاليد وريلايبل للاسسمنت, فبالتالي انا لما هعمل لوك بوك برضه لازم اصمم له الروبريك بتاعه, فبالتالي برضه هو الروبريك بتاعه الى حد كبير هيكون مختلف شويه بقى, ده محتاج ان انا افصله. ليه؟ لانه هيتبني على الماده او على الكونتنت. يعني لو هو مثلا بعمل لوك بوك للطلبه في كليه الطب على سبيل المثال وعامل لهم لوك بوك الحالات الجراحه, فايه الايتم انا متوقع ايه الايتم اللي احطها في اللوك بوك؟ احط مثلا عدد الحالات اللي حطها واقول مثلا واحط بقى في التقسيمه بتاعتها اكتر من 10 من 8 ل 10 من 5 ل 7 يبقى العدد. طيب جوده المحتوى, هل اللوك بوك بتاع كل حاله, هل لانه هيبقى فيه فورم, هل الفورم كلها مثلا مكتمله؟ لا هنقول مكتمله ولكن ينقصها مثلا الجوده في الحاجه الفلانيه. طيب هل الطالب ده اكتسب, هل حط الريفليكشن؟ طب الريفليكشن كاتبه فعلا بشكل تفصيلي؟ هل هو الفيدباك اللي خده كان بيستجيب لي ولا ما بيستجيبش بيه؟ يبقى انا لما هعمل لوك بوك يبقى لازم اعمل قصاده روبريك
لتقييمه. التشيك ليست هتبقى شويه مش كفايه، ان التشيك ليست زي ما قلنا احنا في النهايه عباره عن ايه، نعم ولا. يعني ممكن اقول له والله كده مبدئيا اللي هيستلمه منك عنده تشيك ليست اللي هي فيها ايه، العدد فيها كل الايتم مكتوبه مثلا، فيها محطوط على التمبل، دي هتبقى بس مجرد اللي هتستلمه، لو اللي هتستلمه مثلا حد من السكرتاري هتستلمه وبتبص على التشيك ليست دي. والصراحه احنا كنا بنعمل الحكايه دي يعني حتى كانوا بيساعدونا زمايلنا في الجوده في كده، ان في حد من الزميلات الاخوه الاداريين يستلموا اللوك بوك او البورتفوليو ويجي لك خلاص ده كامل شكلا، انما ككونتنت محتاج روبريك عشان يقيم بيها، فيبقى لوك بوك يبقى قصاد روبريك. دكتوره منى تمام. طب السؤال تاني، في حد برضو سائل ازاي استعمل الروبريك او الاسسمنت ده او البرفورمانس عامه للاعداد الكبيره جدا في الكليات الكبيره زي كليه التجاره وكليه الحقوق. طيب. فهل ينفع ان انا اعمل له برفورمانس اسسمنت؟ يعني هو يعني طالما قلنا ريسيرش او قلت performance assessment يبقى يعني الريسيرش ده واحد من البرفورمانس اسسمنت. فالبرفورمانس اسسمنت عندي يا اما هستخدمه للتشيك ليست يا استخدمه للروبريك. احنا اتفقنا الروبريك هي الادق. طب هتبقى عندنا مشكله العدد الكبير، وانا طبعا متفق 100% ان الالاف الروبريك هيبقى صعب الاستخدام. طب نحلها ازاي؟ بقدر المستطاع لو عملت روبريك سيمبل قوي، يعني انا وريتكم اللي احنا كنا عاملينه ده ديتيلز، والثاني اللي بيتعمل اونلاين بقى اخف شويه، لا انا هعمله اقل شويه كمان من كده بحيث ان يبقى قصاد كل ايتم وان ايكون بس سطر، واحاول اعمله على اكسل، او حد بقى من زمايلنا الخبره في الحاسب وكده يعمله لنا زي ابلكيشن او حاجه، ان انا احط الدرجات وهو يحسب لي مباشره عشان يديني الدرجه في النهايه. لان هو في النهايه طالما قلت ريسيرش يبقى لازم يكون قصاده في تولز، احنا اتفقنا بقى الصدق والثبات والى اخره، يبقى لازم يكون عندي تولز صادقه تقدر تقيسه بشكل صحيح. فعلى الرغم الاعداد الكبيره يعني بقدر المستطاع، ما قدرتش يبقى اتليست عندي تشيك ليست، يعني ده اضعف الايمان مع الاعداد الكبيره، بس التشيك ليست تكون برضو يعني الى حد ما معموله بشكل كومبريهنسيف شويه. فيعني انا متفق على التحدي بتاع الاعداد الكبيره طبعا. تمام. حاجة كمان، هو بس الدكتور رمضان بيقول طيب ده بالنسبة للبرفورمانس، كانوا يعني عايز حضرتك الأزر تولز فور أسسمنت يبقى لها وقت، أو يعني تبقى لها وقت للشرح يعني. طيب فضل. حاضر، أكيد نرتب إن شاء الله مع بعض دكتورة منال. هو طبعا دكتور رمضان احنا عندنا زي بيقولوا عندنا تو كاتيجوري، برفورمانس أسسمنت وأتشيفمنت أسسمنت. البرفورمانس اللي اتكلمنا عنه النهارده، الاتشيفمنت تيست بقى او اسسمنت اللي هو زي ما يعني زمايلنا علمونا في كليات التربيه واخصائي القياس والتقويم، اللي هي الاختبارات التحصيليه اللي هي الاختبارات التحريريه اللي تحتها تو كاتيجوري بقى، اللي هي الاوبجكتيف والسبجكتيف او اللي بيسموها السبلاي تايب والسيلكت تايب، وتحتها بقى الام اس كيو والماتشنج، وتحتها الاي سي الشورت واللونج والموديفايد اي سي. طبعا دي محتاجه لها، مش عايز اقول ورشه لوحدها، لا ده ممكن كل نوع منهم محتاج له ورشه. لما اجي اقول اتكلم على الام اس كيو اعمل ورشه لكتابه الام اس كيو، ورشه لكتابه الاي سي، ورشه لكتابه الموديفايد اي سي، وهكذا. يبقى دي كاتيجوري تاني ممكن ان شاء الله نرتب ونعملها تحت امركم باذن الله ان شاء الله، لان دي اذر كاتيجوري اللي هي بقى فاكرين الميلر تقيس لي النو والنو هاو. احنا النهارده علينا رحنا عند الشو والدز والاز اللي هو الليفل الاعلى في الميلر جرام، فنرتبها ان شاء الله برضو باذن الله. الحمد لله كده مفيش اسئله، ولو حد بقى من حضراتكم عايز يسال يفتح المايك ويسال. دي الاسئله اللي كانت موجوده على الشات او كانت موجوده على الواتس. تمام دكتوره منال، تحت امركم في اي حاجه، لو في اي اسئله او استفسار انا جاهز باذن الله ان شاء الله. بصراحة دكتور محمد متشكرين جدا لحضرتك على وقتك وعلى المجهود وعلى الاستفادة في الشرح، يعني متهيألي أي حد استفاد من الورشة بتاعت حضرتك، إن شاء الله نستفيد منها في إن احنا نطبق على البروجكت بتاعتي. بس أنا عايز أسأل سؤال دلوقتي، في بعض الكليات ما كانتش حاطة روبريك او ما كانتش حاطه ايفالويشن تشيك ليست حتى للستودنت، او هي حطاها عندها بس ما اعلنتش للستودنت، ما اعلنتهاش للستودنت. هل بعد ما خلاص احنا نستلم النهارده اخر يوم في البروجكتس بتاعه الستودنت ومن بكره هنعمل لها ندخل على المنصه احنا بقى كاعضاء التدريس للتصحيح،
يعني ايه اللي حصل او في ديفكت حصل اقدر اعالجه ولا خلاص ملوش اي علاج؟ طيب خلينا دكتورة منال برضو عشان احنا في البداية هم زي بيقولوا كده يعني هم وقالوا عادي بعد وركز. انا بس ثواني معلش لو سمحتوا يا جماعة من حضراتكم في حد مشغل المايك وعنده بيبي صغير او طفل صغير فلو سمحتوا يقفل المايك معلش. والحاجة طيب. التانية معلش يا دكتور محمد في ناس خرجت بالخطأ ومصممين يدخلوا الاخر لحظة. طيب حاضر اكيد طبعا اكيد حاضر. لا حاضر لا بالعكس حاضر. شكرا. طيب خلينا نقول يا دكتورة منال احنا يعني ايه طبعا ما نقدرش نظلم هم في النهاية اولادنا فانا معلش هعمل ميوت قول وحضرتك لما تيجي تدخلي بقى بيعملي اميوت هم في النهاية اولادنا وبالتالي احنا يعني هو كان فبالتالي احنا محتاجين ان احنا اصلا من البداية نكون معرفينهم ال دكتور محمد صوت حضرتك سمعني. طيب هم في النهاية طبعا ولادنا واحنا زي ما بيقولوا ما نقدرش ان احنا يعني نظلمهم فبالتالي انا يعني لازم نسدد ونقارب احنا عايزين نستخدم الروبريك بس لو لقينا ان في اجزاء من هذا الروبريك في التفاصيل بتاعته الطلبة ما كانتش أوير بيها يعني على سبيل المثال لو أنا في البداية ما قلتش للطلبة إن أنت لازم تستخدم ستايل معين في الريفرنس ما جيش أحاسبه على إن هو سواء حط ريفرنس بستايل مختلف أو إن هو ما حطش ريفرنس فبالتالي أنا وأنا بقيم على الأقل هبدأ الأول أخد سامبل من الستودنت ورك وأشوف الدنيا عاملة إزاي لو لقيت إن الدنيا بالنسبة لي هتمشي مظبوطة مع الروبريك مع الغالبية ان الايتم على الاقل احنا في على الاقل قلنا لهم في البداية المكونات الريسيرش يعني ما ادينا لهمش الروبريك بس على الاقل ادينا لهم قلنا لهم الريسيرش هيتكون من ايه بس ما جيش حاسبه على حاجة انا ما قلتلوش عليها خالص الروبريك في النهاية هيبقى عامل زي المسطرة اللي هتخلي تقييمي متقارب مع الكل مع التغاضي عن الاجزاء اللي انا ما قلتش للطلبه ان هم لازم يلتزموا بيها هقدر استخدم الرومرك باذن الله حتى لو ما قلتش للطلبه بس هكون فليكسبل شويه في استخدامه لو استخدمت روبريك جاهز او انا جهزت واحد الى حد ما الحاجات اللي ما قلتش للطلبه عليها في الكرايتيريا في البدايه هنتغاضى عنها دي المره دي ان شاء الله يا رب باذن الله المرات القادمه اللي هيبقى فيها ريسيرش او فيها بروجكت من البدايه هبقى مسلم الطلبه الروبريك اللي هنستخدمه هنقول له ده اللي انت هتتحاسب عليه انما حاليا ما اقدرش احاسبه 100% على حاجه انا ما اديتهالوش من البدايه بس اعتقد بخبرات حضراتكم تقدروا تسددوا وتقربوا في اللي موجود ان انا اقدر استخدم روبريك بس هكون فليكسبل في استخدامه انا اعتقد كده يعني نوازن الامور وطبعا انتم الخبراء في الماده والخبراء بعد ما تصمموا الروبريك او تستخدموا الروبريك في التقييم باذن الله يا رب اكون كده قدرت اجاوب على السؤال دكتوره منال شكرا يا دكتور محمد ومتشكره لحضرتك جدا هي كده مفيش اسئله احنا بس بنشكر حضرتك على 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 الورشه وعلى مجهودك وعلى وقتك متشكره لحضرتك جدا ويا رب ان شاء الله نلتقي قريبا في حاجات وورش عمل تانية احنا الجامعه محتاجين ان شاء الله ان احنا نثبت قواعد الاسسمنت عندنا زي ما حضرتك قلت لنا على طول ان الاسسمنت درايف الليرنينج ان شاء الله باذن الله ربنا متشكره لحضرتك جدا ومتشكره لكل الحضور اللي حضروا وللمركز اللي اتاح لنا الفرصه ديت ان احنا نعمل ورش العمل ديت وان شاء الله باذن الله نلتقي قريبا في ورشه ثانيه وربنا يعني يسهل الجامعه ويساعدنا في رفعه شان الجامعه بتاعتنا شكرا لحضرتك ان شاء الله تسلمي دكتوره منال شكرا لحضرتك شكرا دكتور طارق شكرا لكم جميعا والله وللمركز وللجهد الكبير وشكرا للحضور النهارده يعني في الوقت اللي زي ما بيقولوا الضيق ده ان حضرتكم وشكرا لمشاركتكم وان شاء الله يعني يشرفني دايما ويسعدني ان انا يعني احضر في اي وقت تشير دكتوره منال نرتبها مع بعض لاي حاجه حضراتكم عايزينها تحت امركم في اي وقت شكرا جزيلا ونشوفكم جميعا على خير نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته شكرا يا دكتور مع السلامه مع السلامه الله يسلمك